فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أم زوجتي مقيمة معنا في الرياض وتريد أن تسافر إلى بلدها، وأنا لدي ظروف لا أستطيع أن أسافر معها كمحرم، فهل آثم إذا أوصلتها إلى المطار لتسافر لوحدها وأكملت إجراءات سفرها على ذلك؟ نعم، تآثم بهذا، أنت أعنتها على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أعنتها على ذلك. نعم.